ولد الشيخ حمد بن جازي ببلدة الرشادية سنة 1886، وانتقل إلى الرفيق الأعلى عام 1962. وما بين هذه السنوات حكاية وطن نتابع. أهلا وسهلا فيكم في بيت الشيخ حمد بن جازي، أحد رموز الثورة العربية الكبرى، وصاحب أطول فترة انتخابية أردنيا وعالميا امتدت لعشر دورات بالتزكية. ونظرا لمكانته وأهميته في المنطقة، منح لقب الباشوية من الدولة العثمانية. ولد الشيخ حمد بن جازي في بلدة الرشادية سنة 1886، وهو ابن الأمير عرار بن جازي. الأمير عرار أمير أخذ هذا اللقب، أمير البتراء وأمير البادية من الدولة العثمانية. ورث هذه الزعامة عن أبيه الأمير عرار بن جازي. وكانت نخوة الشيخ حمد باسم أخته صيتة تكريم لدور المرأة في المجتمع، وخاصة المجتمع البادية. وظف العشائرية لخدمة الأمة وخدمة الوطن، وأقسم بالله أن يكرس نفسه في سبيل قضايا العرب. ثورة الشوبك 1905، وثورة آل علي 1908، وثورة الكرك 1910، وثورة الأمير محمود الفاعور ضد الفرنسيين في سوريا. ثم تمم ذلك بأن انضم إلى الثورة العربية سنة 1916. سمي الشيخ حمد قاضي قلطة، ومعناها قاضي قلطة أعلى مرجع قضائي في القضاء. هذه الزيارة كان القناة الألمانية عملت فيلم وثائقي للوالد، ويظهر في الصورة الشيخ فيصل و مليح صفوق، الشيخ جدوع، ودهش إبراهيم. هذه صورة نادرة لأول وفد برلماني يزور الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر فيها الوالد الشيخ حمد، يظهر فيها النائب يعقوب السلطي، وهزاع المجالي، وعاكف الفايز، ومحمد باشا علي العجلوني، والشيخ محمد منور الحديد. هذه مع جلالة الملك حسين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا الكتاب للكاتب الأستاذ محمود سعد عبيدات عن الشيخ المجاهد حمد بن جازي في سلسلة مشاهير في التاريخ الأردني. والكتاب موثق وعلمي، وبين يعني أجزاء من تاريخ هذا الرجل اللي هو الشيخ حمد بن جازي.